مساء الخير إلى العناوين. أحاديث ضعيفة السند تثير جدلا واسعا. شاب سعودي ينجح في صناعة أول طابعة ثلاثية الأبعاد. زعيم المعارضة التركية يشن هجوما لاذعا على أردوغان. مساكم الله بالخير وحياكم الله في حلقة جديدة من برنامجكم يا هلا، نلقي فيها الضوء على أبرز ما جاء في المشهد السعودي، والبداية كالعادة بأخبار يا هلا. أوضح معالي محافظ المؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة المهندس عبد الله العبد الكريم أن الكفاءات الوطنية في المؤسسة سجلت إنجازا جديدا في مسيرة التنمية السعودية بإنجازها مشروع أنظمة نقل مياه الشقيق المرحلة الثالثة، لافتا إلى أن التحلية تمكنت من تنفيذ أعمال المشروع الذي سيعزز إمدادات المياه في منطقتي جازان وعسير وسط تحديات كبرى لنقل المعدات والمواد وحفر الصخر والتنفيذ على ارتفاعات جبلية شاهقة وفي ظروف مناخية صعبة. في الوقت الذي يفترض فيه أن تكون شركة الكهرباء تجاوزت أزمة انقطاع الكهرباء المستمر، إلا أن الواقع في أحياء جنوب جدة يقول العكس، الانقطاع ما زال مستمرا والأهالي يطالبون بضرورة إيجاد حلول عاجلة تنهي معاناتهم. وكاميرا يا هلا اقتحمت الظلام والحر لتوصل هذه الأصوات إلى مسؤولي الشركة. حين في الضياء وحين في الظلام، معاناة أهالي الأحياء السكنية بجنوب جدة مستمرة، فكلما توزعت الكهرباء في الأرجاء تفاجأوا بانقطاعها دون سابق إنذار. ورغم تكرر الشكوى للجهات المعنية إلا أنهم لا يجدون استجابة حقيقية. والله سبب انقطاع الكهرباء هذا بشكل متكرر، يعني ما هو المرة الأولى ولا الثانية، دائما الكهرباء تنقطع بسبب حرارة الجو، تمديدات، أشياء، أسباب كثيرة. لكن إحنا كل ما نيجي نقدم بلاغ تأخذها ساعة ساعتين ثلاث ساعات أربع ساعات أحيانا، وقت طويل حتى ترجع الكهرباء ثاني. ما تتحمل لا أمطار ولا رياح، كل ما هبت علينا ريح طفت الكهرباء، تأخذ من ساعة إلى ست ساعات. نتصل على 933 للكهرباء، العطل في المحطة الرئيسية، انتظار، تعطل مصالحنا تعطل، ولو رجعت الكهرباء ترجع بجهد قوي أو بجهد ضعيف، نص البيت شغال ونص البيت مو شغال. التوصيل كله هوائي فوق، يعني أقل رطوبة تكون في الجو ممكن تلتمس في الأسلاك، ودائما تحصل هذه، دائما نشوفها إحنا في الالتماسات في الكهرباء، تنقطع الكهرباء من تلقاء نفسها، مطر، رطوبة، تنقطع في أي لحظة، من الليل، من النهار، صبح، عشية، تنقطع الكهرباء باستمرار، يعني أحيانا في آخر الليل. ما هي زي الكهرباء الأرضية، إحنا عشنا في مناطق فيها كهرباء أرضية ما نعرف القطاع هذا بالشهور، لكن في منطقتنا هنا يوميا، إذا ما كان أسبوعيا، إذا ما كان يوميا. يعني بسبب انقطاع الكهرباء هذا أدى إلى خسائر مالية عندنا بسبب خراب عطل في الأجهزة التي تعتمد على الكهرباء. جايبين كشافات حقت الطوارئ، وش مشغلين، هو صرنا متعودين على الشغلة هذه انه حتنقطع الكهرباء، يعني صار عندنا خلفية انه حتنقطع عنك الكهرباء بكرة بعد بكرة، اي وقت حتنقطع. خطورة الأعمدة الكهربائية اللي امام العمل المنازل، انظر يعني شوف الان تمديدات تمر من امام المنازل وقد لا سمح الله صار انقطع في احد الاسلاك او مثلا قربها من البيوت، يعني تأثيرها الصحي على الأسر. فنتمنى من يعني نتمنى انه تنحل المشكله هذه، بدل ما تكون فوق علويه المطر يطفيها والرطوبه يطفيها، بدل ما تكون الكبائن معرضه للاطفال، تكون ارضيه احسن وافضل للحي. نشرت الصحف انه باذن الله سوف باذن الله تعالى سوف يكون في القرينيه محطه خاصه بالكهرباء ارضي، فاستبشرنا خير وراينا على ارض الواقع المشروع، لكن بعد كذا اختفى عن ما عاد له اثر، اختفى من ارض الواقع، ايش الاسباب الله اعلم. تواصلنا مع الجهات المعنيه بس ما تم الرد علينا، لو تم الرد ممكن كان حلت المشكله. لكن ان شاء الله باذن الله المسؤولين يهتموا في منطقتنا بتحويل الكهرباء من هوائيه الى ارضي، واظن تنحل المشاكل.
بإذن الله. لا تبقى الكهرباء طويلا في منازلهم حتى تقطع سريعا دون تبرير مسبق ودون إنذار، وهم ينتظرون استجابة وتبرير. لبرنامج يا أهلا محمد بن مشهور، جدة. شكرا للزميل محمد بن مشهور. تعقد وزارة الثقافة بعد غد الاجتماع المشترك لوزراء الثقافة بدول مجموعة العشرين تحت شعار نهوض الاقتصاد الثقافي انموذج جديد، وذلك برئاسة صاحب السمو الأمير بدر بن فرحان وزير الثقافة، وبمشاركة قادة المنظمات الثقافية الدولية من أجل تبادل الأفكار والخبرات للإسهام في نمو الاقتصاد الثقافي العالمي. وستركز محاور القمة على 3 مجالات، هي سبل حماية الثقافة والتنمية المستدامة والثقافة بصفتها محركا للنمو الاقتصادي والتبادل الدولي. شن زعيم المعارضة التركية كمال أوغلو هجوما لاذعا على الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، واتهمه باستغلال قضية فرنسا لتغطية الأزمة التي تشهدها البلاد. وانتقد زعيم المعارضة التركية الحقيبة الفرنسية التي ظهرت بها زوجة الرئيس التركي ويبلغ سعرها 50,000 دولار، في حين أن رئيس تركيا دعا مواطنيه لمقاطعة المنتجات الفرنسية فضلا عن الأزمة الاقتصادية التي تطحن المواطنين الأتراك على حد تعبير أوغلو. فرانسız mallarını boykot edin diyor. Ya فرانسız mallarını alacak vatandaşta hal mi kaldı Allah aşkına? Hal mi kaldı ya? Ya adama askıda ekmek demişsin. Karnı aç, ekmek gösteriyorsun. Çıkıyorsun, Fransız mallarına boykot uygulayacağız diyorsun. Sen uygularsın kardeşim, saray sosyetesi uygular. Sanki servisçi akşam eve gidince işine bir Fransız parfümü aldım sana, bunu söyleyeceğim. Adam ekmek bulamıyor. Ekmek bulamıyor. Saray sosyetesi uygularsa uygulasın. Mesela Fransız uçakları var, satsın hemen. Bir çanta var, Emine Hanım'ın çantası. 50 bin dolar. 51 euro mu? Bilmiyorum, neyse yani. Onu da sarayın bahçesinde yaksın yani. Protesto ediyorum desin, yaksın. أحاديث نبوية كانت مشهورة على أساس صحتها، ولكن الباحث الدكتور أحمد بن قاسم الغامدي يقول إنها غير صحيحة. ما هذه الأحاديث؟ الإجابة بعد الفاصل. حياكم الله مجددا في أهلا. بين وقت وآخر يطل الدكتور أحمد بن قاسم الغامدي بما أسميه إن صحت التسمية صدمة تكشف على حد بحثه عن أحاديث متداولة منذ سنين في خطابنا الديني والاجتماعي والثقافي ليست صحيحة، مبينا أسباب علتها وخالقا حالة من النقاش المثير حولها. اليوم نستعرض معه مجموعة من هذه الأحاديث وأسباب عدم صحتها ومناقشة آرائه فيها. ينضم إلي في هذه اللحظات الدكتور أحمد بن قاسم الغامدي، وهو الباحث الشرعي من استديوهاتنا في مدينة جدة. دكتور، حياك الله معنا في أهلا، وشكرا لتجاوبك مع دعوة البرنامج. أهلا وسهلا، حياكم الله. دكتور، بين وقت وآخر نشوف مجموعة من الأحاديث اللي تغرد فيها وتطلع وتوضحها، واللي عشنا معها زمن طويل كنا نعتقد بصحتها، لكن بناء على بحثك كما تقول هي ضعيفة أو موضوعة. لماذا ظلت كل هذا الزمن دون هذا الإيضاح، لا من قبلك أو من قبل أشخاص آخرين؟ الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا أمين وعلى آله وصحبه أجمعين. التراث أو السنة النبوية مرت بأطوار كثيرة، من بداية التدوين ثم التأليف والنقد وتداول كتابات العلماء في مناقشة هذه الأحاديث، كم هائل كبير عبر يعني قرون الزمن الماضية. وهذه المناقشات موجودة في كتب الحديث للمتخصصين، لكنها غير يعني في وضعنا على الراهن
مرت العالم الإسلامي كله ككل مر بحالة من التدين السطحي الذي لا يعمد إلى يعني استخراج مناقشات العلماء لتلك الأحاديث التي تطرق إليها الضعف أو الوضع. وهذه الآراء التي أذكرها أنا من حين إلى آخر أرجع فيها إلى مصادر السلف التي تكلمت عن رجال الحديث وتراجمهم وسيرتهم وما قيل فيهم من جرح أو تعديل. فإذا أنا مرجعيتي في التصحيح والتضعيف هي كتب الرواية ومناقشة الرواية لمن سلف من علماء الحديث. وإنما كما قلت لك أن العالم الإسلامي ككل وربما نعم بعض العلماء نعم كان لهم جهود جيدة، ولكن ربما نتطرق في لاحق الوقت إلى أهمية مركز مجمع السنة، لكن أعتقد أن هناك من العلماء من تواصلوا عبر الزمن مثل الشيخ أحمد شاكر في مصر له جهود متميزة في بيان الصحيح والضعيف، جاء بعده الشيخ محمد ناصر الدين الألباني أيضا وألف وصنف، فلم يخلو عصر من العصور من عالم يناقش هذه الأحاديث أو ينتقد بعض هذه الأحاديث، ومرجعيته في ذلك كتب السلف أيضا التي تناولت حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما خفاؤها يعني نعم أما خفاؤها في على كثير من الناس فهذا يعود إلى عدم دخولهم إلى هذا المضمار، عدم دخولهم إلى المكتبات، عدم اقتنائهم للكتب، أو أيضا عجز بعض المهتمين بالسنة النبوية يعجز عن استيعاب كل ما في هذه الكتب لكثرتها وكثافتها. إيه وأنا الذي أقدمه جهد بسيط ويسير يعني، ولا الذي أطمح إليه أن يكون هناك تبني لهذه الفكرة من مجمع الملك سلمان حفظه الله. الفكرة اللي هي إيش؟ إعادة قراءة أسناد الأحاديث مثلا؟ طبعا الآن من ما يعني مفاخر هذه الدولة العظيمة أن الملك سلمان حفظه الله أمر بتأسيس مجمع لخدمة السنة النبوية بالمدينة المنورة. هذا المجمع يعني مفخرة لهذه البلاد وليس بغريب عليها، الحمد لله هي تحمل لواء الإسلام والدعوة إليه ويعني خدمة العلم وأهله. فأعتقد أن الرسالة المهمة لهذا المجمع التي ينبغي أن يتبناها يعني المسؤولين فيه هي وضع هدف، وهي تنقية السنة والتاريخ والتفسير من الأحاديث الموضوعة والضعيفة والمكذوبة على رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذه الخطوط الثلاثة هي التي تؤثر في مسيرة العالم الإسلامي. المرجعية الكبرى هي مرجعية يعني كتاب الله، لكننا أيضا لا نغفل ما روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من أحاديث، إلا أننا لا يمكن أن نتبنى كل هذا الكم من التراث أو من هذه الرواية دون مناقشة ونقد وأيضا من مراجع أهل السنة، لكن لا بد أن يكون هناك كما هو اقتراح سابق أن يكون عن طريق جهد جماعي مؤسسي علمي منضبط بمعايير. وهذا المجمع مؤهل لهذا، أن يوضع الهدف الذي هو تنقية السنة، تنقية التاريخ، تنقية التفسير من خلال مختصين بعمل جماعي مؤسسي عبر معايير علمية منضبطة، يعني ولو أخذت سنوات لكنه يستطيعون أن يختصروا هذا الكم الهائل من الكتب التي يعجز عنها المتخصصون والممارسون للحديث، يعجزون عن استيعاب كل ما فيها. طيب. فضلا عن مناقشتها ونقدها والخروج بخلاصة مما ثبت صحيحا متفقا على صحته عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا هو يعني ما ينبغي أن يكون الهدف الرئيس لهذا المجمع. طيب. أتمنى أن يكون رئيس المجمع والقائمون من العلماء عليه يعني يتبنون هذه الفكرة وهذا الشرف العظيم الذي لو لم يجنيه إلا الجيل، لو يجني ثماره إلا الجيل القادم، لكننا نختزل هذا الكم الكبير من المراجع المختلفة التي فيها الكثير من الأقوال ونضع مرجعية صحيحة متفق على صحتها موثوقة للناس وللمهتمين وللعلماء وللمراكز البحثية ولغيرهم ممن يريد حتى من خارج الإسلام ممن يريد أن يطلع على الإسلام ويترجم ذلك، فيكون يعني منارة صحيحة متفقة لا تخالف العقل
لا تخالف ضرورات الحس، لا ايضا لا تكون فيها يعني شيء مكذوب على رسول الله، لا تخلق مفاهيما مخالفه في الدين، لا ايضا تطيح بمفاهيم يعني نعم. صحيحه في ديننا. لا نعم، هناك كثير من المشاكل، لا تخلق الفرقه. يعني الان نحن نعيش في كثير من حاله الهيجان الديني لدى بعض الجماعات يا دكتور التي تعتمد نعم. دكتور اذا تسمح لي بس انا مضطر اني اطلع لفاصل وبرجع اواصل معك الحديث حول هذه النقطه تحديدا. فاصل نكمل. حياكم الله مجددا في هلا، اتحدث مع ضيفي الدكتور احمد بن قاسم الغامدي الذي ينضم الي من استديوهاتنا في جده. دكتور ارحب فيك مجددا. اهلا وسهلا الدكتور. يا ليت لو نستعرض يعني مجموعه من الاحاديث، خلينا نستعرض حديثين مثلا الان ونكمل مع الوقت. من اشهر الاحاديث مثلا اللي تم تداولها في وقت ما على انها احاديث صحيحه ووجدت انت في البحث ان هنالك خلل في صحتها وتوضح لنا هذا الخلل، وش الحديثين اللي تختارهم؟ يعني مثلا حديث يروى عن ان تكون الخلافه فيكم تكون نبوه ثم تكون خلافه على منهاج النبوه ثم تكون ملكا عضوضا ثم تكون ملكا جبرية ثم تعود خلافة على منهاج النبوة. مثل هذا الحديث مثلا، هذا حديث ضعيف يعني له 6 طرق لكن كلها يعني ليس فيها طريقا سويا صحيحا كلها. هذا الحديث مثال من الأمثلة التي سببت الكثير من الاضطراب في العالم الإسلامي. ماذا؟ كثير من الجماعات الإسلامية بنت الرؤية لديها على أن أنهم يريدون عودة الخلافة كما كانت لقول النبي صلى الله عليه وسلم تكون نبوة ثم تكون خلافة على منهاج النبوة ثم تكون ملكا عضوضا ثم تكون ملكا جبرية ثم تعود خلافة على منهاج النبوة. فاعتقد يعني حتى لو قل لو سلمنا بصحة هذا الحديث، مع أن هذا الحديث ليس صحيحا الجماعات التي قامت مثل جماعة الإخوان وغيرها من الجماعات الإسلامية تريد أن تعيدها خلافة وتريد هي أن تكون صاحبة العودة. فماذا تعمل؟ فماذا تصنع؟ صنعت لها أتباعا في كل المجتمعات العربية واخترقت كل أجهزة الدول يعني العربية من خلال أتباع هؤلاء. لماذا؟ ليصلون إلى ما يسمى بمرحلة الانقضاض على السلطة وعودة الخلافة بعد سقوطها مع الدولة العثمانية قبل قرن من الزمان. فهم يرون أنهم مطالبون شرعا بعودة الخلافة، مع أن الحديث لم يذم الملك ولم يطالب بعودة الخلافة وإنما يخبر خبرا. هذا لو صح الحديث، والحديث ليس بصحيح. الخلافة قد تكون منها على منهاج النبوة وتكون محمودة، وقد لا تكون على منهاج النبوة فلا تكون محمودة كما وقع في آخر عهد الخلافة العثمانية من خلل. بماذا يصن الملك أيضا قد يكون بماذا يصنف هذا الحديث يا دكتور؟ يصنف على أنه ضعيف أو موضوع ضعيف. أو ها؟ لا، حديث ضعيف. هذا حديث ضعيف لا يصح ولا يبنى عليه، لا ينبغي أن يبنى عليه رؤية نحو مستقبل الأمة الإسلامية ويجند الناس لشيء لم يطلبه أصلا الشرع. إنما بين الرسول صلى الله عليه وسلم هذا لو ثبتت صحة الحديث أن الخلافة أنها ستكون نبوة ثم تنقضي فتعود خلافة على منهاج النبوة ثم تكون بعد ذلك ملكا عضوضا ثم تكون ملكا جبرية ثم تعود. هذا إخبار بما سيقع في المستقبل. لو صح الحديث لا يفهم منه ذم الملك ولا مدح منهاج الخلافة على منهاج النبوة بإطلاق، فإن الملك منه ما كان عادلا ممدوحا، ولذلك جاءت الأحاديث بمدح الملك العادل وكان من الأنبياء ملوكا. فليس الملك يعني مطلقا مذموم، ولكن تجد في مناهج هذه الجماعات من يأخذ بهذا الحديث ويجعل الملك في حكم الناس أمرا مذموما، يظن أن هذا الحديث يذم الملك. لا، إنما يذم الملك الظالم أو العضور أو الجبري، لكن الملك العادل كان هناك أنبياء ملوك
والخلافة أيضا لا تمدح على الإطلاق، فالخلافة قد تكون على منهاج النبوة وهذا ممدوح، وقد لا تكون على منهاج النبوة كما وقع في عهد الخلافة العثمانية في آخرها من الضعف والانهيار. طيب. فإذا ليس هذا الحديث مدحا ولا ذما، ليس مدحا للخلافة على إطلاق ولا ذما للملك على إطلاق، ومع ذلك هو غير صحيح. هذا من الأمثلة على الأحاديث الضعيفة التي بنت كثير من الجماعات الإسلامية رؤيتها لمستقبل الأمة عليه. طيب هل أيضا داعش أيضا لم تنطلق، داعش لم تنطلق إلا من هذا الحديث كذلك. طيب مثل تريد مثل أن تعيد الخلافة من خلال رؤيتها. مثل هذا الحديث هل كان يسوق يعني بقصد وهم يعرفون أنه حديث ضعيف، أم كان يسوق بغير علم وهم يعتقدون فعلا أنه حديث صحيح؟ هو الأغراض الناس من القدم موجودة، يعني كما يقول السيوطي والواضعون بعضهم يعني ليفسد دينا، وبعض النصر رأي قصد. بعض الوضاع والكذبة الذين كذبوا وأدخلوا الدسائس في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم كان لهم أهداف منها هدم الدين، ولذلك يقول والواضعون بعضهم ليفسد دينا وبعض النصر رأي قصد، وبعضهم تكسبا، يعني بعضهم كان يضع الأحاديث لإشهار شيء ما من الأطعمة أو من الأمور ليتكسب من ورائه، وبعضهم يعني يوافق الأمراء يعني للهوى. فإذا العلماء الذين سلكوا باب الرواية وغيرهم بشر يقع عليهم من العوارض البشرية ما يقع للناس، لا ينبغي أن يزكون فوق منزلة يعني حتى الرسل عوتبوا. فيأتي أناس الآن في هذا الوقت يزكون بعض الناس لدرجة يرفعونهم فوق مصاف حتى العلماء، مصاف الأنبياء، فلا يرون حتى الرد عليه ولا مناقشته ولا يعني مناقشة فتوى أو قوله أو ما بنى عليه فتوى. هذا خطأ وهذا خلل كبير. طيب. في منهجية رؤية الأمة لمستقبلها ولماضيها وكيفية تنقية هذا الموروث من هذا الخلل. نأخذ حديث آخر يا دكتور. في حديث آخر ممكن تقوله لنا، ولا أنا أقترح واحد من الحديث اللي أنت تحدثت عنه في الفترة الأخيرة، وش تفضل؟ ده كما تحب، يعني إذا تحب تقترح تفضل. طيب في حديث يعني مثله حديث إذا تفضل. في حديث لا يدخل الجنة مدمن خمر وقاطع رحم ومصدق سحر، هذا من الأحاديث المتداولة وأنت تحدثت عنه مؤخرا وقلت أن هناك ضعف في إسناد هذا الحديث، وش توضح لنا حوله؟ نعم، هذا الحديث فيه في إسناده يعني العلماء حينما يتكلمون عن الأحاديث يعني ينظرون إليها أولا من جهة الإسناد، سلسلة الرواة، هؤلاء الذين رووا هل هم يعني عدالتهم سليمة، هل ضبطهم للرواية صحيح؟ هذا الجانبين هو في الراوي ينبغي أن يدرس، العدالة والضبط. فنجد أن هذا الحديث فيه راوي قاله أبو حريز، هذا الراوي الإمام أحمد قال منكر الحديث، يعني لا ينبغي أن يؤخذ بحديثه، هذا حديثه أصلا منكر الحديث، يعني لا يقبل من قريب ولا من بعيد. وكذلك النسائي ضعفه وعد حديثه منكرا، والجوزجاني، فهذا حديث لا ينبغي الاحتجاج به. وشيخه يعني والراوي عنه ابن ميسرة، ابن ميسرة، وهذا أحسن ما قيل فيه، قيل أنه مقبول، والمقبول يعني يحتاج إلى متابعة حتى تؤخذ رواية. إذن عندنا في سلسلة الإسناد رجلين، أحدهما منكر الحديث والآخر مقبول الرواية، يحتاج من يدعمه يعني مشارك أو متابع له حتى تقبل روايته، لو لم يكن في الإسناد منكر، لو كان الإسناد صحيح وما فيها إلا هذا المقبول ابن ميسرة لاحتاج إلى رجل آخر يدعمه حتى تقبل روايته، وهذا شيخه منكر الحديث. جميل. فهو من غير ابن ميسرة الحديث ضعيف ولا يقبل. نعم. مردود. طيب. هذا من جهة الإسناد، لكن أيضا نأتي من جهة المتن. تفضل. نعرف أن هذه معاصي، شرب الخمر معصية، ويعني قطيعة الرحم معصية، وكذلك يعني القسم الثالث وهو تصديق السحر، كما مصدق بالسحر. أولا الجانب الأول هو الإدمان وقطيعة الرحم، هذه ذنوب
يبقى المسلم في داخل دائرة الإسلام ولا يحكم عليه بأنه لا يدخل الجنة. يعني إلا وهناك وردت بعض الأحاديث نعم، لكنها يتكلف في تأويلها، لا بد من تأويلها، لأنه معناه لا يقال لا يدخل الجنة أي ابتداء، وإنما يعذبه الله تعالى على ما أذنب ثم يدخله بعد ذلك الجنة. وهذا اللي بسألك يا دكتور، فإذا هنا في متن الحديث هذا اللي بسألك اليوم، لما يكون عندنا حديث ضعيف في إسناده أو فيه أي خلل معين، الحكم الشرعي ببعض الفتاوى التي بنيت على مثل هذا الحديث كيف يمكن التعامل معها؟ الحكم الشرعي تقصد يعني الذي يصدر في محاكم الفتوى الشرعية عفوا، الفتوى التي تصدر وتستدل بهذا الحديث أو غيره من الأحاديث التي فيها ضعف، كيف يمكن أن يتعامل معها؟ يعني كيف نتعامل مع الفتوى في هذا الجانب؟ يعني هل تنقض الفتوى تماما ولا نبحث عن مصادر أخرى تؤكد هذه الفتوى وتكون صحيحة؟ نحن أولا حتى نوصل المسألة، الفتوى تبقى يعني مجرد رأي، ليست ملزمة، ليست أمرا ملزما. كل من استفتى مفتيا يعني سواء مفتي رسمي أو غير رسمي تبقى هذه الفتوى معلمة له برأي هذا المفتي وليست ملزمة له، يعني ليست حكما ملزما لمن استفتى، بل عليه أن يتحرى أيضا عن هذه الفتوى ويعني يسأل، ويعني إذا كان هناك شك في بعض أحاديثها التي استند إليها المفتي أو يعني وجد أو من شرح أو كان المستفسي لم يفصح عن بعض الأمور وحتى لخشيته من شيء ما، فهو يستفتي نفسه بعد ذلك إذا كان على معرفة جيدة بتمييز الصحيح من الخطأ من بعض المسائل في بعض مسائل الدين. فإذا الفتوى في كأساس ليست أمرا ملزما حتى نحتاج إلى إلغائها أو كذا، هي رأي، مجرد رأي، هذا الرأي يقبل الصواب والخطأ وهو اجتهاد. ولكننا يعني الآن يا دكتور الآن اللي يذهب إلى شخص معين ليأخذ منه الفتوى، هذه الفتوى تعتبر فقط مجرد رأي للمفتي، هكذا يتم التعامل معها فقط؟ نعم رأي، إذا اطمأن إليه المستفتي جاز له العمل به، وإن لم يطمئن وإن لم يطمئن لا، يجب عليه أن يتحرى لدينه كما قال تعالى فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، فعليه أن يجتهد ويتبين الصواب. يعني ليست القضية، النبي صلى الله عليه وسلم يعني لما أمر يعني رجل على سرية وقال لهم اسمعوا وأطيعوا له، فخرجوا، فلما في أثناء الطريق غضب عليهم بسبب ما، فأمرهم أن يجمعوا له حطبا، فجمعوا له حطبا، فقال أوقدوها، فأوقدوها، قال ادخلوها، فتراجع الذين معه، فقال ألم يأمركم رسول الله بطاعتي؟ قال بعض الصحابة فهم بعضهم أن يلقي بنفسه في النار، حتى أخذ بعضهم بيد بعض فقال إنما فررنا من النار. فإذا النبي صلى الله عليه وسلم هنا لما أمر هذا أمر هؤلاء بطاعة من أمرهم عليهم ليس معناه على إطلاقها، فمع ذلك ينبغي أن يتحرى المستفتي من المفتي، وليس معنى هذا أنه إذا استفتاه يعني يسلم له ويأخذ بفتواه أو يجب عليه أن يأخذ بفتواه، لا، عليه أن يتيقن من صحة تلك الفتوى، وإذا لم يطمئن لها فليس ملزما بها. لكن أحيانا يا دكتور لكنه لا يهمل دين، لكن أحيانا يا دكتور عليه أن يبحث، أحيانا تبنى عليها أشياء، يعني مثلا اليوم الأحوال المدنية أعلنت مثلا أنه اسم ملاك سيكون من الأسماء التي لن تسجل بناء على فتوى شرعية بتحريمه، بني عليها قرار، يعني بني عليها شيء معين، هذه كيف يتم التعامل معه؟ هذا موضوع يعني آخر، موضوع نحن نتكلم عن الاستفتاء الفردي، أما ما يتعلق بما يترتب عليه شيء من الإجراءات فهذا يعالج من طريق القنوات الرسمية، يعني سواء بكتابة العلماء بعضهم لبعض أو يعني استدراك يعني أحد المسؤولين إذا وجد بحثا يؤيد هذا أو ينقض هذا الرأي،
فعدل ليس يعني قرآنا منزل، القرارات ليست قرآنا منزل، يمكن الحاكم الناضج المرن هو الذي يعود عن بعض الأخطاء في قراراته أو أصحاب يعني القرارات الإدارية في مراجعهم وفي إداراتهم يكونون أصحاب أفق واسع يستمدون المعلومة الصحيحة أولا ثم يقررون، فإذا وجد خطأ في القرار لا يمنع أن يعود غدا ويبني ويلغي ذلك القرار بناء على الرأي الصحيح. القضية الأساسية الجوهرية اليوم إيه؟ التي تطل يعني بخطرها الأكبر على العالم الإسلامي ككل هو تنقية السنة. تنقية السنة، وأنا أهيب من هذه المقابلة إيه؟ بالمسؤولين في مجمع الملك سلمان حفظه الله بأن يجعلون هذا هدفا من الأهداف التي وضع لها هذا المجمع الذي يعتبر مفخرة للمملكة العربية السعودية وتوضع له خطة لتحقيقه، لأنه لا بد من يعني جمع كافة جهود العلماء السابقين وتخليصها وخروج بمعايير علمية منضبطة نعم. تنقى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم والتاريخ الإسلامي والتفسير من هذه الشوائب ويطبع منها مرجعية موثوقة معتمدة للمفكرين والعلماء والباحثين والمكتبات، وأيضا يترجم لمن يريد أن يتعرف على الإسلام وحقيقة الإسلام. هذه المعايير ينبغي أن تدرس من خلال مختصين وممارسين واضح يعني ولا تكون نعم ولا تكون المقصود هنا في نقطة أساسية صدق. المصادر موجودة وكثيرة في كتب الإسلام لكنها تختلف بحسب مشارب كتابها وآرائهم ومذاهبهم وأفكارهم وجنسياتهم، وهذا أكبر خطر من مسألة الكثرة. كثرة المصادر تشتت، ولكن الاختلاف في الآراء لأنه ليس هناك معايير منضبطة، بعضهم متساهل بعضهم متشدد، بعضهم ينحى إلى مثلا التشيع، بعضهم ينحى إلى النصب، بعضهم إذن فيحدث كثير من الاختلاف ويترتب على ذلك اختلاف خلل. إذن لابد من وضع معايير منضبطة لدراسة الحديث، كيف ينحى معايير إلى النصب؟ علمية متفق عليها، يعني كما نجد مثلا هناك غلاة في التشيع، يعني تجد هناك من يعني يناصب أهل البيت أو علي رضي الله تعالى عنه والعداء، ويعني ينقل بعض المرويات الكاذبة والخاطئة لذم يعني علي رضي الله تعالى عنه أو يعني فئته. فهذا يعني غلو مردود، وذاك أيضا من يغالي في علي ويخرج عن حدود ما كان عليها السنة أيضا مردود. طيب دكتور، احنا استعرضنا حديثين، ما الحديث الثالث الذي تعرضه لنا وتوضح من أين جاء الخلل فيه؟ مثلا عندك من الأحاديث التي يعني لها أيضا آثار اجتماعية خطيرة أو نراها دائما، الحجر الأسود يمين الله في الأرض يصافح الله به عباده، هذا حديث موضوع، ولكنك تجد أن الناس في العمرة مع أن يعني مس الحجر عند الكعبة يعني من السنن فقط، ويكفي أن يمر إذا مر المعتمر أن يشير إليه كما كان النبي صلى الله عليه وسلم، أن يتيسر له أن يمسه أو يقبله فلا بأس، لكن الحصول يعني التصادم الشديد والازدحام الشديد عند الحجر ويعني ربما مدافعة بعضهم بعض وإيذاء بعضهم بعض حتى أنه قد يرتكب محرم بجوار بيت الله المحرم وعند ذلك المكان، لماذا؟ لتحقيق سنة فقط يعني فعلها رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يحث عليها، ولكنهم بنوا ذلك على أنه يمين الله في الأرض يصافح بعباده، وفي بعض الروايات أيضا أنه يعني سود كان أبيضا فسود من خطايا الناس، كل هذه الروايات موضوعة، فهذا يعني مظهر من مظاهر يعني لا يمثل دين الإسلامي. لما ننظر إلى التدافع ويعني الاختناق الذي يحصل عند الحجر الأسود وفي كل عام وفي كل موسم من مواسم العمرة تجد ذلك التكالب الشديد، هذا يدل على تدين سطحي، تدين خالي عن فهم حقيقة الدين ومقاصد الدين، وعلى ماذا بني؟ على حديث موضوع. إذن طيب. يعني يحتاج الناس إلى تصحيح هذه الأحاديث التي أدت إلى الكثير من الكوارث.
عندنا مثلا يروى في حديث آخر أن متداول عند كثير من الناس أن المرأة كلها عورة إلا وجهها في الصلاة. هذا ليس بحديث، هذا كلام من كلام الفقهاء، ولكنهم يروونه على أنه حديث. وتأتي هذا لم يرد في السنة النبوية يا دكتور، ليس هذا من كلام الفقهاء، ولكنه انتشر على أنه حديث إطلاقا. وتجد هناك من يصارع أهله، ويحصل كثير من يعني الإساءات، ويعني بعضهم بنساء تطلق، وكثير من لأجل فهم خاطئ، لأنه بنى في ذهنه أن المرأة وجهها عورة، وبالتالي لا يجوز لها كشف عورتها، وهذا أمر محرم. وقضية بنيت على كلام وليس بخبر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. كلام الفقهاء في هذه الحالة، كلام الفقهاء في هذه الحالة كيف يصنف شرعيا؟ ماذا نصنفه؟ يعني هو يعتبر من قول الجمهور، يعتبر من مصادر التشريع أم لا؟ لا، هو كلام يعني أطلقه بعض الفقهاء من المتقدمين، أو كلمة قالوا أن وجه المرأة عورة في الصلاة، أن المرأة عورة كلها إلا وجهها في الصلاة. هذا كلمة يعني أطلقها الفقهاء المتقدمون، ثم تداولها الناس بعد ذلك على أنها حديثا، وراجت في هذا الزمان على أنها خبر حديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهي ليست بحديث إطلاقا، ليست بحديث نهائيا، ليست بحديث، بل ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم خلاف ذلك. ما الذي ثبت؟ أنا أقول أن يعني ثبت يعني أن النبي صلى الله عليه وسلم أقر الخثعمية لما جاءت تسأل في الحج، وهو في آخر سنواته يعني في السنة العاشرة قبل أن يتوفى، وكانت وضيئة جميلة، وكان العباس ينظر إليها وتنظر إليه، فلم يرهانها رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولم يأمرها بستر وجهها، ولم يقل أن ذلك عورة، ولم يحرم عليها هذا. وفي الصحيحين حديث سبيعة الإسلامية لما يعني وضعت حملها تجملت للخطاب وهي تريد الزواج، فدخل عليها رجل قال هو أبو السنابل بن باكك، هذا حديث في الصحيحين، فقالها ورآها متجملة يعني، وهذا دليل على أن تجمل المرأة في وجهها وكفيها وما كان عليه هو ما كان عليه السلف الأمة، وهو الذي روي عن عائشة وعن أنس وعن ابن مالك وعن وعن أبي هريرة وعن ابن عمر وعن ابن عباس وعن المسور بن مخرمة أنهم فسروا قول ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر، قالوا ما ظهر هو الوجه والكفين. طيب فهذا تفسير الصحابة قاطبة. دكتور باقي معي أربع دقائق كمان، باقي معي للنقطة هذه فقط. يلا بإيجاز تفضل. النبي صلى الله عليه وسلم عليه الصلاة والسلام أي نعم، لما قال لها لعلك تريدين أن تنكحين، والله لا تنكحين حتى تكملين 14 أشهر، فقالت فأخذت ثيابي من المساء ثم ذهبت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فسألته فقال كذب، إن شئت إن بدا لك أن تتزوجي فتزوجي، ولم ينكر عليها تجملها ولا رؤية أبو السنابل بن باكك لها. وكذلك المرأة المشهورة التي في حديث سفعاء الخدين التي كان خطب النبي صلى الله عليه وسلم النساء في العيد، فقامت امرأة من صفة النساء سفعاء الخدين فقالت كذا وكذا، فالراوي وصف خديها بأنه فيه سفعة، فدلت هذه الأحاديث وما روي من تفسير الصحابة رضي الله تعالى عنهم من زينة الظاهرة بين الوجه والكفين هو الثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فضلا عن أحاديث أخرى يعني نحن لا نستجيز الاحتجاج بها، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لأسماء يا أسماء إذا بلغت المرأة المحيض لم يعني يجوز لها أن يبدو منها إلا هذا وهذا، فأشار إلى الكفين والوجه والكفين، ولكن نحن نرى أن هذا الحديث ضعيف ولا نحتج به فلا نورده في هذه المسألة، لكن هناك ما هو أقوى منها في الدلالة على جواز كشف الوجه والكفين للمرأة. فالقصد أن هذه الأحاديث الضعيفة كان لها أثر اجتماعي خطير وترسبات تربوية، وتولد عنها الكثير من المشاكل الأسرية وكثير من يعني الآفات الاجتماعية. هذا مثال، وهذا وهناك أمثلة يعني أخرى إن شئت يعني. جميل، هذه الأحاديث في هذا الشأن دكتور كيف تتعامل معها مع الآية القرآنية يدنين عليهن من جلابيبهن؟ نعم، هو الآية يعني يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن، هذا سبب الآية أنه كان بعض النساء يخرجن لحاجتهن فيتعرض لهن بعض الفساق
فإذا قيل لهم لماذا تفعل أو يعني نوقشوا في ذلك قالوا ظننا أنها أمة أو جارية. فنزلت هذه الآية لتميز هذا ليس للستر. النساء كنا يخرجن بدون الجلباب، كنا يخرجن مستترات بثيابهن، ولكن لما كان الأمر مختلط بين الإماء وبين الحرائر وكانوا يتعرضون بعض الفساق والمنافقين للمؤمنات الحرائر واشتكينا ذلك، نزلت هذه الآية يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين. وهنا نعرف من هنا أن الإماء ليسوا من نساء المؤمنين، فعرف أن الأمة أراد أن الله تبارك أن تتميز الأمة وتتميز الحرة بهذا الجلباب، فحين تخرج هو علامة فقط، هذا هو الجلباب، هذا ما يقال له البش، هذا هو الجلباب. نعم. فعلامة إذا خرجت المرأة وراها الناس متجلببة عرفوها، ولذلك قال ذلك أدنى أن يعرفنا. ليس تعرف أن هذه سلمة وهذه سميرة وهذه سعاد، لا، لأنه ليس كل أحد يعرف كل النساء. يعرفنا أي أنهن حرائر فلا يؤذين، خلاص يجتنبنا، لا يجد ذلك الرجل لا يجد حجة وذريعة يقول ظننتها جارية أريد أن أشتريها وأعجبتني وكذا وكذا، وكان الأمر متاح يعني أن يشتري الجارية، فربما يسألها هل ترغبين بي أنا أشتريك من سيدك هكذا، فكانت ذريعة. فأراد الله أن يقطع ذريعة هؤلاء الفسقة وهؤلاء المنافقين في المدينة، فشرع الجلابيب، فهي ليست لستر الأبدان وإنما كعلامة تميز الحرائر في ذلك الوقت، ويعني ليست قضية. والخمار هناك آية الخمار أيضا ممكن أن بعض الناس يتحجج بها، يعني يقول المؤمنات يضربن بخمرهن على جيوبهن، يعني فالضرب بالخمار هذا هو الخمار، الخمار هو ما يخمر به الآنية وكل ما يوضع على الرأس يقال له خمار، وليضربن بخمرهن. هذه الآية جاءت أي الشد، ضرب هو الشد هكذا، فتضرب المرأة بخمارها على رأسها ثم وليضربن بخمرها على جيوبهن، وهذا الجيب مدخل الرأس يقال له جيب لستر صدرها، هذا هو ما يجب على المرأة أن تلبس من الثياب ما هو ساتر وتضرب بخمارها على جيبها حتى لا يظهر صدرها، وتقضي حياتها كما يعني في ليس في أي حرج عليها. نعم. فإذا بقي الوجه والكفين مستثنى من قول الله تعالى ولا يبدين زينتهن. نعم. ولكن استثنى إلا ما ظهر منها، فاستثنى الله تعالى زينة ظاهرة، ما هي الوجه والكفين. طيب. هي ما فيه الحواس، ما فيه ما يحتاج إليه الإنسان من حركة وحمل ووضع وكذا، فهذا لحاجة الإنسان لما فيه من أيضا يعني محل النفس، محل الأكل، محل الرؤية، محل السمع، هذا لابد منه، وجعله الله تعالى مباحا. طيب دكتور، فسره السلف بهذا، يعني انتهى معنا الوقت حقيقة، وأعرف أنه يعني ما زال مجموعة من الأحاديث كان يجب استعراضها، لكن لعل الأمر يتسع إلى حلقة قادمة إن شاء الله. شكرا جزيلا لحضورك معنا فيها. هلا دكتور. أهلا وسهلا. شكرا للدكتور أحمد بن قاسم الغامدي على كل هذه الآراء التي طرحها، وكما قال هو في معرض حديثه بأن الآراء تظل يعني تعود إلى أصحابها ومدى اجتهادهم وبحثهم، فهذه الآراء تعود إلى الدكتور أحمد ومدى اجتهاده وبحثه، تقبل الاتفاق كما تقبل الاختلاف. أشكر حضوره معنا فيها. هلا وألقاكم بعد هذا الفاصل. مروان القيسي مبتكر سعودي استطاع أن ينتج صناعة وطنية عبارة عن طابعة ثلاثية الأبعاد تضاهي مكائن ذات جودة عالية في عالم الطباعة إجمالا، لتبدأ معها قصة أظن أنها تستحق كثيرا أن تروى. مروان معي هنا في الاستديو. مروان حياك الله معنا فيها. هلا. الله يبقيك. هلا وسهلا. أعطنا الحكاية من بدايتها، يعني وش اللي خلى مروان يتجه إلى فكرة أنه أصنع طابعة ثلاثية الأبعاد؟ والله أنا عندي شغف أصلاً في التكنولوجيا الجديد، وأحب أني أتعرف على كل شيء جديد. شفت التكنولوجيا الجديد هذه وطلبت قبل تقريباً حوالي سنتين ونص أو ثلاثة طابعة من الصين، ولما وصلتني بديت أدرسها وأدرس تفاصيلها، واكتشفت أني أقدر أنفذ نفس التكنولوجيا. أنت طلبت الطابعة بناء على حاجتك لها؟ أنا طلبت، وما كانت موجودة في السعودية نهائيا. أنا طلبت الطابعة بناء على حب للمعرفة للتكنولوجيا. أي. هذه وهي أصلا أوريدي ما في السعودية. أي.
كل الناس تجيب من برا تطلب من برا. طيب هذا الكلام قبل سنتين؟ قبل أكثر من سنتين بشوية. طيب جتك الطابعة وقررت أنك تصنع واحدة مثلها في السعودية؟ نعم. اللي هي هذه اللي موجودة معنا في الاستديو، ما أدري إذا الشباب يجيبونها لنا. هذه كيف مرت مراحل التصنيع من البداية؟ هذه النسخة النهائية، هذه خلصت قبل تقريبا أسبوع. أيه؟ أنا أول شيء بديت قلت بسوي شيء فريد وجديد، بديت أسوي طابعة بحجم متر في متر في ارتفاع 1.20 متر. إيه؟ تطبع بحجم كبير، وتقريبا عند المراحل النهائية اكتشفت أن ما في أحد بيشتريها، يعني كانت بمنظور تجاري العمل. فبعدين سويت استفتاء على يعني المهتمين في الطباعة ثلاثية الأبعاد، وقالوا لي أنهم يبغوا الحجم 50 × 50 × 50 سنتيمتر. نفذتها طبعا. بعدين برضو استفتاء ثاني، قالوا يبغوا 30 × 30 × 30. سويتها الحين، هذه رقم 4 عندي ما شاء الله. 4 طابعة خلال كم سنتين؟ خلال أقل من سنتين، خلال 10 شهور. المواد الخام للطابعة من وين توفرها؟ المواد الخام حاولت أني أعتمد على السوق المحلي بقدر المستطاع، يعني مثلا الألمنيوم، الحديد، بعض المواد المتوفرة موجودة هنا اشتريتها من هنا، لكن في بعض مثلا البورد الإلكتروني والأشياء الإلكترونية ما هي مصنعة هنا، فاضطريت أني أجيبها من الصين. طيب كم يكلفك صناعة الطابعة؟ 50 × 50 مثلا؟ والله تعتمد على وش البورد اللي أنت تبغاه. إيه؟ وش السرعة اللي تبغى توصل لها، وش المواد اللي تبغى تستخدمها في الطباعة. هل هي تكون مواد مثلا بدرجة حرارة عالية أو لا؟ يعني ما أقدر أعطيك يعني إجمالا نحن نتكلم عن رقم تقريبي. رقم تقريبي كتكلفة تقريبا حوالي 3800 شيء مثل كذا. 3800. أيوه. وكم أسعار بيعها؟ أسعار بيعها يعني إذا ممكن تقول الحين 50 × 50 × 50. أيه؟ نفس الديزاين اللي أنا سويته. أيه؟ أرخص طابعة في العالم موجودة سعرها 18,000 ريال. جميل، يعني الموضوع استثماريا مجدي. إن شاء الله مجدي. أنا برضو لما جيت أشتغل كنت في كل مرحلة أركز على أني أقلل الكوست. الحصول على التقنية ثلاثية الأبعاد سهل؟ إيه عادي ممكن، لأنه المواد الحديد وغيرها ممكن توفيرها، بس التقنية نفسها سهل امتلاكها؟ التقنية موجودة ومتوفرة على النت، اللي يبغى اللي يعني اللي بيقرأ يتثقف موجود على النت، وبرضو في شباب كثير سووا اجتماعات عن طريق البرامج هذه مثل زوم، شباب سعوديين كثير. طيب بحكم ممارستك مروان للموضوع، ليش ما عندنا في السعودية هذه التقنية؟ يعني وهل فعلا ما في، يعني ما في مصانع الآن ولا شركات سعودية تصنع؟ في الشرق الأوسط كامل ما في أي مصنع للطابعات ثلاثية الأبعاد. ليش ما في حاجة كبيرة لها في السوق، ولا الأمر غير مجدي بالنسبة لهم، ولا صعب، ولا وشو؟ هي تكنولوجي جديد. أي إلى الآن يعني في ناس إلى الآن تقول له طابعة ثلاثية الأبعاد يقول لك إيش هي، ما أعرف. تكنولوجي جديد تو طالع على العالم، تو الناس بدأت تستخدم تطبيقاته في مجالات كثيرة. الحين برضو جالس يستخدم مثلا في المجال الحيوي البيولوجي، الطب، صاروا مثلا يطبعوا أعضاء ومثلا الركبة شيء مثل كذا. برضو قطع غيار، الحين أي قطعة غيار أنت يعني تخرب عندك ما يحتاج أنك تشتريها مثلا من برا، إذا كانت تصنعها من خلال ثلاثية الأبعاد. إيه نعم. وفي مواد يعني في مواد لدينا، في مواد فليكسبل، في مواد بس كيف وش الآلية؟ طبعا هذه من إنتاجات الطابعة. ها نعم. لو تشرحها لنا بس. هذه أنا إيه تقدر تأخذها. هذه أنا استخدمت لونين، للأسف اللون البرتقالي ما هو موجود عندي.
بس خلي الكاميرا تاخذها بس كيف يوجهها يا شباب؟ وجهها للكاميرا اللي هنا. اي اي كذا ممتاز. اي استخدمت مرحلتين للطباعه، المرحله الاولى اللي هي هذه بلون موجود عندي بلاستيك، طبعا مع البرمجه خليتها توقف عند هذا الليفل او هذا اللاير، وخليتها توقف وبدلت البلاستيك وحطيت اللون هذا الثاني. ايه هذا طبعا لوجو يا هلا، شكرا جزيلا لك. يعني من الاشياء اللي نعتز فيها. كم ياخذ معك مثلا هذا للطباعه؟ كم من الوقت؟ هذا تقريبا اخذ حوالي ساعة وعشر دقائق شيء. ساعة وعشر. المدخلات يعني أنت كيف تدخل الأشياء هذه عشان تعطيها أمر الطباعة؟ الحين هذا رسم أنا لما بلغت بالمقابلة أخذت اللوجو هذا، لقيته من النت وأخذته وحولته إلى تصميم 3D ثلاثي الأبعاد. وبعد ما حولته عادي أعطيتها، خزنت الأمر في بطاقة الذاكرة وحطيتها على وتعطيها امر طباعه. نعم احنا الان معطينها امر طباعه لطباعه سيفين ونخله، صح؟ نعم. ان شاء الله تخلص قبل نهايه هذا المتوقع على حسب توقيتنا ان شاء الله. اسمح لي اخذ فاصل ونرجع نكمل. فاصل ومكملين معكم. حياكم الله مجددا في هلا. مثل ما تشوفون هذه الطابعه ثلاثيه الابعاد انتجت بالكامل بايادي سعوديه وبيد المهندس مروان القيسي. ارحب فيك مجددا مروان. في احد ساعدك في الموضوع ولا كلها انت اللي عملته؟ الحمد لله رب العالمين، انا كل شيء من فروم اي تو زد. ما شاء الله تبارك الله. وش دراستك مروان في الاساس؟ انا دراستي كليه تقنيه كانت؟ لا انا درست اول شيء كليه تقنيه برمجيات، لكني بعدين درست بكالوريوس حاسب الي كمبيوتر ساينس. ما شاء الله. طيب هذه الطابعه رقم 4 اللي تصنعها. نعم. كيف تصنف لي موضوع تصنيع طابعه ثلاثيه الابعاد؟ سهل، صعب، ممكن، مستحيل، يحتاج خبرات معينه، وشو؟ والله ما تقدر تقول صعب ولا تقدر تقول سهل. إيه؟ هو يبغى له جهد فقط. طبعا انا يعني فروم اي تو زد انا سويتها، حتى الالمنيوم انا قصيته عندي في البيت في الصاروخ. بس كيف عرفت تقنيات بنائها؟ مثلا اخذت دروس معينه، دورات، يوتيوب، اي شيء؟ اول شيء بديت فيه اني اشتريت طابعه من الصين، جبتها، وبعد ما جبتها بديت استوعب كل شيء، يعني حتى لغه البرمجه الحمد لله بحكم دراستي عندي خبرة فيها، يعني فهمتها الحمد لله رب العالمين. وهذه يعني لها كود خاص معين، يعني ما هو مثل أي كود، ما هو موجود في العالم. يعني هو كل طابعة لها كود خاص ولا أنت مخترع كود لل؟ أنا ماني مخترع كود، لكن أنا عندي تعديلاتي على الكود. تعديلات هذه اكتشفت أنها يعني تحسن من إنتاج الطابعة. الحين أنت تحدثت لنا عن ثلاث أحجام تقريبا، اللي متر في متر وخمسين في خمسين وثلاثين في ثلاثين. متر في متر فكيتها ما. أي ما هي مجدية. أي ما هي مجدية إلا على حسب الطلب. هذه كم دي؟ ثلاثين. هاي ثلاثين في ثلاثين في ثلاثين. طيب الحين هذه المادة الخضراء وش اللي جالسة تكون هالآلة؟ هذا بلاستيك اسمه PLA. هذا من إنتاج سابك وإنتاج شركة سعودية هي اللي حولت بلاستيك سابك إلى. طيب مدة الوقت اللي تحتاجه؟ ما شاء الله هذه السيفين والنخلة يبدو لي اكتملت أو شبه مكتملة، كم باقي لها مهندس؟ تقدر تشوف إذا انتهت ولا لا؟ هو تقريبا آخر لاير. طبعا هذه أمامنا تجربة حية على الهواء لطباعة سيفين ونخلة بالطابعة ثلاثية الأبعاد اللي صممها بالكامل مهندس سعودي اسمه مروان القيسي. انتهت مروان، وكم بالمية؟ خلاص باقي 1%. الحين 99%؟ نعم. طيب الآن مروان إذا انتهت مفروض أنها توقف من نفسها ولا لا؟ أنا ودي تبقى عند الطابعة وتجيب لنا المنتج إذا ممكن، يعني أول ما يخلص تقدر أنت تستخدمه ولا يحتاج وقت؟ لازم يبرد السطح علشان أشيلها. وعشان يبرد كم يأخذ الوقت؟ ثلاث دقائق أربع دقائق إن شاء الله. طيب خلاص إذا تفضل، يعني ما بنوقفك كثير، بعد دقائق ممكن نجيبها ونشرح على كذا. وقفت معناته اكتمل 100%، صح؟ إيه. طيب كم يبغى له وقت على ما تقدر تاخذ السيفين والنخله؟ تنزل درجه الحراره شويه تقريبا. تنزل 10 درجات في مروحه، بعد دقيقه انا بروح لها. طيب لك تواصل
مع مبرمجين، مع مهتمين مع بهذا المجال ولا لا؟ جربت أنت تتواصل مع جهات أو مؤسسات رسمية عشان تعرض عليهم؟ الحين بالنسبة للشباب المهتمين في التكنولوجيا هذه موجودين كثير في السعودية، وعندهم ما شاء الله إنجازات جميلة جدا بالطباعة، يشتروا طبعا طابعات من برا وينفذوا، وفي تطبيقات كانت جميلة جدا. في برضه مستشفى الملك فيصل التخصصي مستخدمين الطابعات ثلاثية الأبعاد في عمليات، بعض عمليات التجميل أنا اطلعت عليها. عمليات التجميل؟ عمليات تجميل كيف؟ في شخص أذكر كان بريطاني، حضرت مؤتمر وكان في دكتور يشرح، شخص بريطاني دكتور سعودي طبعا اللي يشرح، في شخص بريطاني كان عنده تشوه بالفك وسووا له تعديل بقطعة ركبوها في المطبوعة، طباعة مطبوعة ثلاثية الأبعاد وتدخل فيها الأطراف. أنا فعلا أذكر أنه مرة في شخص سعودي استضفناه وكان يتحدث عن فكرة الطباعة ثلاثية الأبعاد للأطراف، الأطراف الصناعية. تكلمت أيضا عن قطع الغيار. نعم. إيش غيرها ممكن يعني نستفيد منها؟ في ممكن الصناعات الدقيقة، في مثلا الهندسة العكسية، مثلا عندك أي شكل تبغى تسوي منه يعني نسخ، هذا هندسة، الهندسة العكسية. في برضو الفنون. مهندس قبل الفنون، أنا يعني كنت أتكلم مع شخص مختص وكان يقول لي أنهم جالسين يشتغلوا على فكرة البناء ثلاثي الأبعاد. نستطيع توفير مواد البناء ولا وش الفكرة بالضبط يعني؟ هذه زين اللي ذكرتني فيها أستاذ مفرح. أنا على تواصل مع شخصين وإن شاء الله أننا نطلع بشيء إن شاء الله يبيض الوجه بالنسبة للبناء. وش علمنا وش أدوات البناء اللي تقدر الطابعة أنها تسويها؟ أدوات البناء هي تكون خلطة موجودة، مثلا فيها اسمنت، فيها تراب، فيها بنسب معينة، أوكي، بحيث أنها تنشف بسرعة وتصمم طابعة تأخذ الخلطة هذه وتصبها في أماكن معينة تنتج. والله هذه يبغى لها حلقة مستقلة بصراحة. إن شاء الله. احنا باقي لنا دقيقة على الهواء، نقدر ناخذها ولا لسه ما؟ ان شاء الله نقدر. شوف بس عاد لا تسوي لك مشكلة يعني. إن شاء الله. سلامتك اولى واهم. الله يسلمك. بسم الله. ما شاء الله، لكنها مع الاهتزاز لأنها على طاولة فوق. هذه تجربة حية على الهواء. نعرضها بس، لو نعرضها للكاميرا بعد إذنك مهندس. خلها معروضة يسار شوي، خلها كذا تأخذ مساحة أوسع كمان شوي بس كذا. ما شاء الله تبارك الله. هذه سيفين ونخلة، كم أخذت من الوقت؟ إحنا من الفاصل وانت بديت 20-25 ولا أكثر؟ تقريبا 25 دقيقة. تقريبا 25 دقيقة، بس بسبب لأن حاطينها على طاولة كان فيه اهتزاز. أيه؟ هذا اللي سبب شوية الخيوط هذه. ولا هي أنتوا لو تشوف الدقة هنا موجودة. إيه. قربونا الكاميرا. إيه. هذه متى عملتها دكتور مهندس؟ هذه البارح سويتها. ما شاء الله تبارك الله. هذه دقتها 0.2 مليمتر. وبرضو ممكن أنزل بالدقة أكثر. والله أنا أشوف السيفين والنخلة ما شاء الله يعني ما فيها شيء يعني من أجمل ما يكون، يمكن بس لأنه إحنا مو مختصين كثير في هذا المجال. لكن حقيقة أنا أشكرك على حضورك معنا وأشكرك على كل اللي جالس تسويه. وبس 20-30 ثانية، تواصلت مع مؤسسات مثل موهبة، مدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية، أي مجال مختص في هذا ولا لا؟ والله تواصلت أنا مع وزارة الاتصالات. أي. ووعدوني أنهم بيدعموني بيسووا لي ورشة، لأني أنا جالس أشتغل في البيت حاليا. أبد تستاهل الدعم. مين الجهات اللي توجه لها رسالة على الهواء من أجل دعمك؟ أول شيء وزارة الاتصالات الله يعطيها العافية. منشآت ما قصروا. بس ما عندي شيء في بالي. طيب. مروان شكرا جزيلا لك. العفو. إن شاء الله من نجاح إلى نجاح يا رب، ونشوفك في أفضل الأماكن اللي تتمناها يا رب. شكرا جزيلا، وإحنا فخورين حقيقة أن يكون عندنا مهندس سعودي يعني يبتكر مثل هذه الآلة وغيرها. شكرا جزيلا. الله، هذا صوت المهندس مروان القيسي. أتمنى حقيقة من كل الجهات اللي ذكرها وأكثر من الجهات اللي لها علاقة بمثل هذه الأمور أن تدعم سواء المهندس أو
كل المبتكرين والمخترعين الموجودين في السعودية اللي يقدمون مثل هذه الأشياء من فكرة بسيطة استطاع أن يصنع شيء كبير جدا. ما ودي قبل ما أختم بس المخرج يعطينا السيفين والنخلة لأنه حقيقة طلعت حلوة من البرنامج على هذا المنظر السعودي الجميل جدا. نختم هذه الحلقة، أشوفكم بكرة في أمان الله.